فقرة برواز، فقرة برواز تعودناها صورة أو فيديو. هذه المرة فيديو، وهو لطلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 88. أنا عفيف من تايلاند. أنا رضوان من اليمن. أنا بلال من إيطاليا. أنا وان سي جي من الصين. أنا عمر من نيجيريا. أنا حبان من جزر القمر. أنا عبد الرحمن من مصر. أنا ريزال من ماليزيا. أنا مصطفى من المغرب. نقول للمملكة عش فخرا للمسلمين. أغسطس 1999 تخرجت من هذه الجامعة، ويعلم الله يعني كانت جامعة جميلة لكن ما فيها ذاك البعد والتمازج مع الوطن، ولا لها علاقة بالاحتفال في اليوم الوطني ولا شيء. تعرف الجامعة الإسلامية تقريبا 30% سعوديين و70% من دول العالم الإسلامي. أنا سعيد وأهني الصديق العزيز مدير الجامعة الدكتور حاتم المرزوقي اللي بعث لي هذا المقطع الفيديو، وجميل ان الناس تشاركك افراحهم. هذول الطلاب اللي عاشوا 4 سنين وتلقوا العلم عن طريق الجامعة، العلوم الإسلامية، العلوم الاجتماعية، تلقوا أيضا عادات الشعب السعودي وعاشوا هنا، وبكل حب ومحبة يهدوننا تهنئة بمناسبة العيد 88. يا سلام، شكرا لهم وشكرا لمعالي مدير الجامعة.